انا عارف ان الوقت تقيل المره دي، بس ورحمه امك اللي شايفه في عينيكي اصعب من اللي انا حاسه بكتير. خلاص يا سيد، قلبي عمره ما هيصفر، مش عشان خرجت منه، لا، عشان هيشك جواه وده اصعب. قلبي مليان بسيد اللي ظلمني وسود دنيتي. مش فاهم انت جبت القسوة دي منين؟ تتبعني وتقول جبت القسوة منين؟ ده مش لسانك اللي بتتكلمي بيه. فين نصر اللي طول عمرها كانت مضللة علينا؟ ماتت. ماتت وعقدت كفانها بإيديك. اللي قدامك دي واحدة تانية ما تعرفهاش. بس ورحمة كل اللي راح مني بسببك. لعرفها لك وقريب قوي. ماشي. قولي اللي أنت عايزة تقولي، أنا حاسس بيكي. بس بعد ما تهدي هتفهمي كل كلمة أنا قلتها لك. قبل ما ترجع كنا عايشين متداريين من الدنيا، لا عارفة طولنا ولا بناخد منها أكتر من اللي عايزي. لما رجعت وقفت في صفها، بدل ما تحمينا دست علينا على قد ما تقدر. يا ريتك يا شيخ ما رجعت. عايز انا امشي نصرة، عايز انا امشي واسيب بيك جدلة. والكفين دول هيتنوا وراه لحد ما ترضى بيه. انا هرش فوضى كويس هيبدأ عشة عمر، وبعدين لما اخذ ست الكل اللي بيعك ما ترمشيش ناحيته تاني. خلاص خلصنا. ده مهما كان جوزي يا طيب، وبعدين في عمر عدى بينا اسيبه لها كده؟ الله، مش هو اللي لف عليها وسواد القلب هو اللي في بينهم لا مؤاخذة. سيبيه لها، خليها تشبع بيه. وبعدين انا هرش فوضى بيفكر ازاي؟ هو مش هينفع ينتقم من بخارست الا عن طريق نصر اخته. هو كده بينتقم منه؟ ولا بينتقم من سلوى اللي وقفت جنبه السنين دي كلها وحاجت عليه؟ رجاله ناقصه. طب ايه يا ست الكل؟ هتفضلي قاعده كده حاطه ايدك على خدك وهي قاعده متهنيه بيه ودافيانه في حضنك، وانتي انتي تباتي حضنك بردان؟ على الطلاق ما ينفع. فكري يا ست الكل، فكري وقلبيها في دماغك صح، وامشي في طريقك. انتي تستاهلي احسن من كده بكتير. اسمع كلام الطيب. أنا ماشي يا نصر، بس هفضل هنا عشان البيت ده كله طلع على كتافي، وكل طوبة فيه كانت شايلة حاجة كانت بيني وبينك. أنا عارف إن قلبك مغبر من ناحيتي دلوقتي، بس بعد ما تصفي وهتروقي هتفتكري وتفهمي. عشان تعرف ان كلامي لازم يتسمع ويتنفس، حلقتك محققه اعلى ريتنج مشاهده على التلفزيون واليوتيوب، ومن ساعتها الاعلانات جايه بارقام خياليه. مش مبسوطه؟ لا مبسوطه قوي، بس يعني لسه مش مستوعبه كويس اللي بيحصل. ودي كلها مجرد البدايه، واللي جاي احسن بكتير. مفاجاه. زي ايه بقى؟ من النهارده البرنامج هيبقى بتاعك لوحدك، وهيبقى لك فريق اعداد ليكي وبس. هنغير شويه في الكونتنت، بس هيتعرض في البرايم تايم. يعني باختصار
هيبقى أهم برنامج عندنا في القناة. أنت بتتكلم بجد؟ إزاي؟ وجانا ومازن؟ مالكيش دعوة بحد. من هنا ورايح ما تفكريش إلا في نفسك وبس. بس معقولة يعني كل ده من أول حلقة؟ وهي دي أي حلقة؟ دي قضية رأي عام، وظهورك أنت وأختك عمل دراما، والناس بتحب الدراما، بيتثبتوا قدامها. أنا مش عايز أي حد من هنا رايح يوقفك أو يأخرك عن مشوارك. من النهاردة مش عايزك تفكري في حاجة لنفسك ومستقبلك. ساعتها الناس كلها هتبص لك وتجيلك لحد عندك. جرى يا أختي؟ هو أنت هتاخديني بالصوت؟ لا، كله ليونيا، ده احنا طول عمرنا عبينا في عب بعض، واللي يجري عليك يجري عليا. في ايه يا ولية؟ انت شايفاني بعد في الارض ولا طايحه في الخلق مستنيه اللي يردني؟ يا ريت يا اختي، يا ريت كنت طايحه في الخلق، كنت طلعت الكلمتين اللي جواكي واستريحتي، لكن انت فضلتي شايله جوا قلبك لغايه ما الحسره كلت فيكي وعملت منك واحده تانيه. واحده تانيه واحده تانيه؟ جرايه يا ماره، هو انا لازم انخ وطاطي عشان اعجب؟ انا طول عمري الست نصرة اللي محدش يقدر يدوس لي على طرف مهما كان هو مين. بس الكلام ده كان على الكل الا على حبايبي. خلاص يا حبيبتي خلصنا، لا بقى في حبايب ولا عزايز، لا صغير ولا كبير، كله لازم ياخد تمامه، وانت اولهم. انا اولهم؟ انا اولهم يا نصرة؟ احنا طول عمرنا مع بعض. ولا طول عمرنا يا اختي ولا ملت بختينا. الله، الكلام ده قبل ما تداني نفسك للمحروس وتروحي تشتغلي عنده والمطره تمطر عليكي فلوس حرام. الله، لا اله الا الله، ودخل بقى فلوس الحرام في اللي احنا بنقوله. وبعدين ما انت كنت عارفه وساكته، ولا انت كنت حيشاها جوه قلبك لغاية ما حقك تنطريها فوق؟ تحقي مين يا مارا؟ أنا كل المنطقة دي ملهاش حق عندي، أنا اللي حقهم وأنت كمان. وإذا ما كانش عاجبك كلامي بالسلامة والقلب ده عيلك، وربنا يا أختي يبارك لك في اللي جمايله مغرقاكي من ساسك لراسك. أنت بتطرديني من بيتك يا نصرة؟ بتطرديني وأنا اللي جاي على خلاص خلصنا. الله، كل واحد يا حبيبتي ينام على الجنب اللي يريح. بالسلام. ماشي يا ست نصرة، ماشي. خسرتك في الأسوأ يا نصرة. مش رمى البضاعة في السوق ولما تمنها ما بيدفعش ليه؟ لسه منامش كبير وانا هاجي عليه ومتابع وطالب اسبوع مش اكتر. وانا قلت له انت ما تقولش انا اللي اقول. بقول لك ايه، البضاعة زي ما دخلت المخازن ترجع تاني، واللي اتصرف فيه يدفع تمن وقتي. يا عم انت اسمعني ما تعصبنيش، احنا مش هنقعد بقى نحسس ونطبطب. روح شوف بتعمل ايه. مفيش اي حاجة حصلت لكل العصبية دي، تأخير الفلوس بيحصل طول الوقت، وبعدين دول رجالتنا يعني لازم نستحملهم ونشيلهم. دي رجاله هفه واخده على الدلع ومرقعه وبس. طب ممكن تهدى شويه؟ عامر جاهز الشغل؟ قلت لك نهدى شويه. مش فاهم. هتتعصب عليا انا كمان؟ اتس اوكي. قولي ايه رايك؟ تيجي نسافر يومين كده بريك، نفصل شوية عن المشكلة اللي حصلت لك. أفصل عن إيه؟ بعدين مفيش مشكلة، الخناقة بين إخواته عدت، الدنيا بقى تركن جنبها ولا عايزين أقعد عايل زي النسوان؟ أنا ما قلتش كده، لكن شايفة إن الموضوع ده مأثر فيك، وشايفة إنك محتاج تاخد وقتك. مفيش وقت نضيعه. بعدين كده كده الموضوع كان هيتعرف وهو حصل. عادي بقى. عادي انك تخسر اخواتك؟ اخواتي هم اللي دماغهم جابتهم على الخساره.
بقول لك يا موجه، اقفلي بقى الموضوع ده، خلينا نشوف الدنيا فيها ايه. انا مسافره، عندي مؤتمر في شرم تبع محد. وانت حد كان سالك؟ ما كل واحد في البيت ده بيعمل اللي هو عايزه، كله على كيفه. احسن برضو. اوعي يا بنت تكوني فاكراني زي البقف اللي انت حرقه قلبه بخطوتك، اللي بتغمي عينه وبتعملي حاجه تانية. انا عارفه كل حاجه كويس وفاهمه كل حاجه كويس. وفاهمه ايه بقى ان شاء الله؟ فاهمه انك رايحه ومش راجعه تاني. وانا هعمل كده ليه يعني؟ يا بنت داري كدب جوه صدرك، لو ناويه تمشي الباب عندك اهو، خلاص ظرفه بقت مهويه، بدل ما يخرجك هيخرج عشرة زيك. ايه اللي انت بتقوليه يا نصره ده؟ يعني ايه تمشي؟ مش كفايه يا سيد؟ البيت كده هيفضى. بيت ايه؟ هو انتوا عاملين حساب للي في البيت ولا اللي بره البيت؟ انتوا ناشرين غسلكوا الطافح قدام الناس. مستنيه ايه؟ ما تيلا امشي وما تورينيش وشك تاني. غوري بقى. خلاص يا امه، البت جابت ناحيتها وبعتت لي الدبل مع سلطان، ما استعنتش حتى تستناني لحد ما اخرج وتبص لي في عيني وتقول لي خلصت يا صلاح. معلش يا حبيبي، بس انا بقى عايزك تفتكر كلمتي اللي قلتها لك زمان. قلت لك ايه بنت قدرنا ما تنفعكش يا حبيبي، وانت بقى سدت ودنك عني. ليه يا امه ما تنفعنيش؟ وانا اقل من غيري في ايه عشان ما تنفعنيش؟ يا حبيبي انت شايفه نفسها والدنيا مطبطبه عليها على الاخر، وانت يعني يوم في العالي ويوم كده. يعني حرام احلم، حرام احلم ياما. ياما انا كنت هستتها وهبسطها، كنت هرضيها واشرفها، كنت عارف اخليها تحبني، والله العظيم كنت هتغير عشانها. ياما يا حبيبي، طب ما اتغيرتش ليه من ساعه ما قريت فتحتها؟ وبعدين يا حبيبي اللي بيتغير يتغير للروح. اسمعها مني يا حبيبي بدل ما غيري يسمعها لك ويزعلك اكتر من كده. زعل يا ام صلاح؟ ايوه حبيبي، وهي دي الحقيقة. مشيك في الكار قال لي قيمتك. كنت عايزة يعني تعمل ايه؟ ها؟ دول بيشاوروا عليها ويقولوا لها خطيبة الحبساجي. انا برضو حبساجي يا ام صلاح. البنت ما غلطتش، بعتت لك امانتك مع ابوك وقالت له خلصنا بقى. انا عايز اعرف انت بتحقق لها قوي كده ليه يا ام؟ الحق يا حبيبي حبيب ربنا، وانت غلطت في نفسك وفيا. بس انا برضو مش وحش قوي كده يا ام، وكنت هتغير وكنت هظبط حالي. هي اللي ما صبرتش عليا، ما طلعتش اصيله. انا اللي حاسس قوي في نفسيتي ان من اول وقعه، اول وقعه سابتني ومشيت. يا صلاح يا ابني كفايتك بقى يا حبيبي، كفايتك مشيك ورا شيطانك كده. نويا ابويا لما فاتنا حطيت الدنيا قصاد عينيا وبيت جدلة في ظهري عشان احميه. طول الوقت كنت مطمن وعارف ان الضرب عمرها ما هتيجي منه، بس طلعت غلطان. الضرب جات من اقرب الناس ليه، نصر واخواتي هميس، عيال اللي ربيتهم على ايديا كسروا ظهري. معاش ولا كان اللي يكسر لك ظهر يا سيد. انت بس يا اخويا ما تكبرش الحكايه، كل غضبه وعلى قد ليلتها. لا يا هميس، الموضوع مش موضوع غضبه وعدت، ده كل واحد فيهم كان دابب عينه في عيني، اكنه كان شايل ومعبي من زمان وساكت. بركه بركه ان هم كلهم طفحوا مره واحده وكل حي جاب اللي في بطنه. انت بس روق وسيبها على الله. لا يا ميسا، ما انا ياما زعلت منك وانت شلت مني. يا لهوي يا سيد، ده انت دخلتك عليا بالدنيا كلها. انت عارفه ميسا، زمان لما كنت اتخانق مع حد فيهم كنت اعمل نفسي زعلان واسيبه وامشي واوصي اخواتي التانيين عليه. بعد اللي حصل ده مش عارف اوصي مين على مين. سيبها انت بس على الله واطمن، واخوات بوخارست مالهمش غير بوخارست والحضن هيلم. عايزك تخلي بالك منهم، حط عينك عليهم ولو حصل حاجه بلغيني. دول في عينيا يا سيد. عارفه ميسا، عشان كده يوم ما وقعت جيت لك انت على طول ما لقيتش غيرك،
ما كل ده أحمد. غوما إخواتك، لكن غوما كمان سبب في مشاكلك. يتعبك في خيال. أيوة بس أنا ما اخترتهمش، زي كل حاجة اتفرضت عليا، المكان والناس والدراسة حتى الأحلام، كل دي حاجات أنا ما كانش ليا رأي فيها. ده ممكن يكون اختبار ليك أحمد، وبعدين أنت ممكن تغير في ألم كله. حد زي أنا؟ بس أنا ما عملتش حاجة عشان تقولي لي الكلام ده. وبعدين هو أنا قادر أعمل حاجة لنفسي لما أغير اللي حواليا؟ ربنا كبير أحمد. بس أنا مش عارف أعمل ده إزاي يعني. اصبر أحمد. من ساعة ما نصر ادتالي في وشي وأنا بكدب روحي، قلت صلاح ممكن يعمل أي حاجة إلا دي، بس ما كانش في غيرك قدامي. أنت الوحيد اللي كنت عارف يا صلاح. قبل ما تهون عليا هنت أنا عليك ورميتني بطول دراعك وقلت يلا نفسي. ما تجيش بقى تشتكي. أنت عمرك ما عملت حساب لا جدعانة ولا صحابية، ولا عمرك عرفت تبخ في وش الدنيا من غير ما يكون ليك ظهر. المرات تدور على فوده مش كده؟ ولما انا بقى بالوساخه دي جاي بتعاتبني ليه وعشمان في ايه؟ يقول لك خلي بالك، بحط عينك في وسط راسك عشان لا فوده ولا لا تخن منه اعرفه احنا مني.